في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، هناك قوافل ضخمة جيدة من حيث التنظيم تتجه إلى حدودنا. هذا غزو حقيقي لبلدنا، هذا أكثر من كل ما رأيناه، ولن توقف ذلك الطائرات بلا طيار، كما لن توقفه أجهزة الإحساس أو الاستشعار. ولكن أتعرفون ما الذي يوقف ذلك؟ جدار جميل وقوي. فقط صدقوا أن الجدران تعمل وتنقذ حياة الناس. نلعب من الصباح إلى المساء ونتسلق الأشجار ونلعب من جديد. لما تعجبك الأشجار؟ لأن المكان هادئ هناك، وهناك أستريح. أذهب إلى كل مكان، إلى هنا وهناك، وأكون في كل مكان. عدد أفراد أسرتنا 11 شخصا، وأكبرنا والدي بيدرو لوبيس، وهو في 47 من عمره. هل كان من الصعب السير في القافلة؟ نعم. ما أصعب شيء؟ أصعب شيء السير وعدم التخلف، ولم أتمكن من السير في اليوم الثالث بسبب تقرح قدمي، ولم أعد أتمكن من تحريكهما. كيف تحرك والدك؟ كيف حملوه؟ حركوه على كرسي متحرك، وحركه شاب من تاباتشولا إلى هنا. أنا بائع من كومياغوا عاصمة هندوراس السابقة. غادرت بلدي للوصول إلى الولايات المتحدة. في المرة الأولى تم ترحيلي، ثم جئت مرة ثانية فقاموا بترحيلي من جديد. في المرة الثالثة سقطت من القطار، ولهذا فقدت أطرافي، لكني وضعت نصب عيني بلوغ مناي. كنت آنذاك شابا، وكان ذلك قبل 16 أو 17 سنة. لقد قررت الآن القيام بمحاولة أخرى، وأحاول، لكنني لا أستطيع بعد بلوغ الهدف، إلا أنني لا أستسلم. أخذت معي أسرتي لا لأنني أردت أخذهم، بل بسبب وجود مشاكل لدي في الوطن. أنا أواجه مشاكل مع رجال العصابات، فقد هددوا بالاعتداء على أقربائي، لهذا اضطررت لاصطحاب أسرتي معي. تميزت هذه القافلة بوجود الكثير من الأطفال والصبيان والصبايا فيها، وكذلك الأحداث، وهي إحدى أبطأ القوافل التي قيض لنا الالتقاء بها في أي وقت سابق، لأنهم كانوا يسيرون ببطء شديد، وهي أول قافلة كان فيها منذ البداية حوالي 1300 شخص، والتحقت بها قافلة كوبية تضم حوالي 1000 كوبي. والآن عندنا في ماباستيبيك أول قافلة قادها الطبيب الكوبي مايك. هيا بنا لنتحرك. هناك أيضا، إلى الأمام. أنا أحدد سرعة الخطوة. حسنا. Thank you.
يبدأ يومي عادة في الرابعة صباحاً. أرتب أموري وأبدأ بتفقد المخيم كله. أستمع بالدرجة الأولى إلى الشكاوى. اسمع، الهاتف تعطل. اسمع، الطفل يشعر بألم ما، يمكنك مساعدته بالأدوية. عندما كانت والدتي ترتدي الرداء الطبي، كانت تبدو لي أنيقة جداً. لهذا قلت لها ذات يوم: يا أمي، أريد أن أكون طبيباً. كنت أخذ سماعتها، فتقول لي: إنك لا تعرف أي مسؤولية هذه. والآن عندما أصبحت طبيباً، أفهم مدى صحة قولها. إنني أشعر بهذا العبء الثقيل على كاهلي. هل يمكن يا سادة التجمع للحظة؟ رجاءً. أرى أن القائد لا يصبح قائداً بل يجعله الآخرون كذلك. أعتقد أن الناس بعد أعمال الشغب وإغلاق مراكز الهجرة، عندما لم يعد بالإمكان المغادرة بشكل شرعي، أخذوا يحلون المشاكل بشكل مستقل ولم يحرزوا أي نتيجة. كان هذا كله أمراً فظيعاً، لهذا لم يبق لنا إلا الاتحاد في قافلة. مرحباً، كيف الحال؟ ماذا قالوا لك؟ لا شيء. لماذا؟ لا أعرف. كم طفلاً معك؟ 4. إلى ماذا يحتاجون قبل كل شيء؟ لا يوجد الآن ما يكفي من الملابس والمواد الغذائية، لأنه لا مال لدينا، لا للأكل ولا لأي شيء آخر. فقدت زوجي قبل 3 سنوات في حادث استفزازي، وقررت مع بناتي مغادرة بلدنا لأن الوضع فيه صعب جدا، لا يوجد عمل، والرئيس يغتني من أي شيء ممكن، أتفهم؟ بينما لا يبقى شيء للشعب. هاتان ابنتاي، وهنا تجلس أخت زوجي وابنة وابن أخي. هذه أسرتي، جئت معهم، وهؤلاء رفيقاتي. كانت الأيام القليلة الأولى صعبة جداً، لأنه كيف أقول؟ معي طفلان، وأغلبية النساء هنا مع أطفالهن أيضاً، واضطررنا للإقامة على الأرض ونمنا طوال الوقت على الأرض. نشعر بجوع دائم، وخاصة الأطفال. نعم، واجهنا صعوبة كبيرة. هدفنا النهائي هو الوصول إلى الولايات المتحدة. أولئك في تلك القافلة تجمعوا ويقولون إن عددهم يزيد عن 1000، والمفروض أن يكونوا في مكان قريب، أعتقد في توكون أومان التي تقع على الحدود. إنهم يتجمعون في المتنزه ثم يتفقون على عبور الحدود مع المكسيك. عندما عرفتها كانت تعمل في مقهى وتبيع الخبز، كنت أتردد إلى هناك. كانوا يبيعون هناك البيرة وأشياء أخرى، بينما كانت هي تعمل بشكل منفصل. كنت أتردد إلى هناك للعب الورق وأراها، فأعجبتني. بدأ كل شيء من هذا. قلت لابنة عمها: اسمعي، ساعديني في التعرف عليها، فهي تعجبني. فأجابتني: حسناً، سأساعدك. وقد بدأ كل شيء من هذا. مرة دعوتها للقاء ولم تكن أمها
تعرف أي شيء عن لقاءاتنا. اسمها كاميلا خيسيل، مدينة فاريلا، عمرها 8 أشهر. اسمه أندي إدواردو، مدينة فاريلا. لا، فاريلا مدينة. لا فرق، سيبلغ قريبا 3. نعم، الطريق صعب لأنه لا مجال للراحة كثيرا، وهو متعب للجميع بمن فيهم الأطفال. الحرارة تضنيهم. كنا نستطيع أخذ الملابس، ولكننا بسبب التعب تركنا كل شيء باستثناء ما نرتدي. تركنا كل شيء. ملابس الأطفال متسخة، فلا ملابس لدينا أخرى لتبديلها. هل تعرف شيئا ما عن ترامب؟ لا أعرف إذا كان هذا صحيحا، ولكن موقفه منا نحن الهندوراسيين كما يقولون في الأخبار سيء. هدفنا الوصول إلى الولايات المتحدة لا من أجلنا بل من أجل أطفالنا، فلا عمل لدينا في وطننا، ونريد أن تتاح لهم الفرصة للعيش حياة أفضل. أنا أنوي التوجه إلى هيوستن، إلى تكساس، وأريد هناك أن يقدموا الدعم لي وأن أعمل عملا يسمح لي بضمان مستقبل أطفالي. ما العمل الذي تريده؟ أي عمل. بقي صبيان، لذا علينا إخراج أحدهما من اللعب. سنرى كيف الحال يا صبي. يا جميل. إذا كنتم ترون أن الصبايا سيفوزن، صفقوا للصبايا وليظهرن أنهن لا يحببنك. لا تخطئ، لا تخطئ. أتحب الشبوط؟ نعم يا سيد. يا للصبية المسكينة، لنتعاطف معها. صفقوا، صفقوا للفائزة. كفى. ما الذي أعجبني؟ أعجبني أنهم نظموا فعاليات للأطفال، كما أعجبني أيضا ظهور فرصة جديدة للقيام بعمل ما إبداعي. ما الذي لا يعجبك هنا؟ يحدث بين فترة وأخرى انقطاع الكهرباء والماء أيضا، وعندما يوجد كهرباء أستطيع اللعب قليلا بهاتف والدي. ألعب قليلا ثم تفرغ شحنة الهاتف ولهذا أشحنه، وعندما لا يكون هناك نور لا أستطيع عمل أي شيء، لا أستطيع اللعب بالمرة. وفي منزلنا أستطيع إطفاء الضوء وعمل أي شيء هناك، بينما لا أستطيع ذلك في الأماكن الأخرى. فهمت بالنسبة لمابستيبيك أنهم أجروا هناك تعدادا أوليا وسجلوا أول 1300 شخص، سجلوا مسبقا 600 شخص خلال 5 أيام، وأعتقد أنهم سيعطونهم بطاقات الهجرة خلال أقل من 5 أيام، وهم الآن ينتظرون متى يمنحونهم البطاقات للسفر في أرجاء البلاد بالطائرة أو بالباص، ولن يضطروا بعد الآن لتعريض حياتهم للخطر. وهذا
أرى أن هذا كان لحد ما وعدا. إذ جاء أحد موظفي دائرة الهجرة وأبلغهم بذلك. نقود أعطاني إياها شخص آخر. 30 في البداية 30 عندما وضح له. من الصعب توضيح ذلك لكل واحد على حدة. لقد عينوني لحماية حقوقكم وفقا لدستور البلد، لهذا سأتقدم بطلب للحصول على دعم لك. سيعطيني القاضي الفيدرالي مهلة وستتمكن من التنقل في البلاد، ويجب احترامك كمهاجر. كم سيستغرق ذلك؟ 10 أيام، من 5 إلى 10 أيام. عندما دخلنا المكسيك راجعنا المفوضية المكسيكية لمساعدة اللاجئين. كانوا قد بدأوا هناك بإعداد الأوراق اللازمة لجعل تواجدنا في المكسيك شرعيا، لكنهم يقولون لنا الآن إن التسجيل قد أوقف لأنهم أغلقوا برنامج الهجرة وسيبدأون به من جديد بعد 3 أشهر أو نصف سنة. الكثيرون الآن في حالة يأس، إذ كانوا يأملون في منحهم تأشيرة إنسانية، ولكن إذا استمر هذا فترة طويلة فسيحدث انفجار وسيذهب الجميع في قافلة إلى الشمال دون انتظار الوثائق. هذا ما سيحدث. إذا لم يتم حل الوضع المتعلق بالوثائق قبل يوم الأربعاء، وإذا لم يظهر لنا أنه سيكون في متناول يدنا في الواقع ما نطالب به، أقترح عمل ما يلي: لن نشرك الأطفال في هذا، ولكن سيعلن الرجال والنساء الإضراب عن الطعام. سنكتب لافتات حيث نلقي المسؤولية على قسم الهجرة وقسم العمل مع الأجانب. الاغتسال، الاستحمام، لا يوجد شيء، لا يوجد ماء للغسل. ماء! الكثير من النساء يغادرن المكان، ويشعر الكثير من الرجال بسوء حالتهم الصحية على الرغم من أنهم يبدون أقوياء. حتى الكثير من النساء الحوامل يفقدن أطفالهن بعد أن وصلن إلى هنا مع القافلة. لا يعجبنا أنهم يحتجزوننا كأغبياء دون أن يوضحوا لنا أي شيء. شائعات. هناك شائعات مفادها أنهم احتجزوا أمس أحد الكوبيين الذي نظم القافلة على ما يظن. جاءوا على ما يبدو من دائرة الهجرة وأركبوه سيارة وألبسوه قميصا أخضر ثم أخذوه بعيدا. بعدها لم نسمع أي شيء عنه. هو في مركز الهجرة القرن 21، ويرسلون جميع المحتجزين مؤقتا إلى هناك. أفهم أن مايك هناك أيضا، وبما أنه كوبي أعتقد أنه من الممكن أن يرحلوه إلى الوطن. من المفروض أن تأتي إلى هنا قافلة أخرى من سان بيدرو سولا، أليس كذلك؟ من المفروض أنهم في تاباتشولا، وربما ينوون المجيء إلى هنا.
إلى الشمال، لكننا لا نعرف في الواقع متى سيصلون إلى هنا، ولكن إذا وصلت القافلة إلى هنا فسيكون الوضع أسوأ. مشينا اليوم من الساعة 5 صباحا وحتى 4 أو 5 مساء. أصعب شيء أنه لم يساعدنا أحد عمليا، كان الجميع متعبا وجائعا، والشيء الوحيد هو أنه كان هناك أشخاص قدموا الماء لنا، شكرا لهم. لقد تعبنا، وأود لو أمكن أن يرتاح أطفالي. إذا كان من الضروري السير أنا أستطيع ذلك، فأنا شخص بالغ ولا أهتم إن وصلنا عاجلا أم آجلا، كل شيء بالنسبة لي يبدأ للتو. ويقلقنا بالطبع مختلف الشائعات. نأمل أن يكون كل هذا ليس صحيحا. نحن لا ننوي إلحاق ضرر بأحد، نسير بسلام ولا ننوي عمل شيء سيء، فقط نحن نريد عبور الحدود. وكما قلت، ليس لدي طريق للعودة، لست نادما، فلدي هدف وسوف أبلغ هدفي. هذا ما أنا مصمم عليه. الحمد لله، الله يكلمكم الآن. أقول كلمة الله، وإن الله يبحث عن الخاطئ، أولئك الذين ارتكبوا الإثم. بسم الله القدير آتمن إليك يا رب، إنك تعرف حاجتي يا إلهي. باركنا يا رب. باسم يسوع يا رب أسلمك نفسي. يا ربي الباري، يا أبانا الأبدي، أنت ترى حياتي يا رب، إنها أمامك. تعال إلينا يا رب من أجل مجدك. أسلمك نفسي وأسلم حياة هذه الصبية وحياة هذه المرأة التي تحتاج إلى أب. امنحها الخير يا رب وأعطها القوة. يا أبانا الأبدي، خلال هذه المحنة التي تمر بها، إنني أسلمك إياها يا إلهي المبارك. لماذا ترحلون؟ لأنهم لم يعطونا شيئاً. لقد رفضوا طلبنا وقالوا إن الإذن يمنح لمدة 3 أشهر فقط، بينما لم يعد بإمكان الناس تحمل ما يجري هنا. لا أحد ينتظر هنا أي شيء. ستذهبون مع القافلة؟ نعم، نتجمع هنا ومع تلك القافلة من هندوراس. وأنت هل ستذهب مع القافلة؟ لا أريد الاستمرار في تعريض عائلتي للخطر. خلال سيرنا أصبح زوجتي نحيلة ومرضت مع ابنتنا في الطريق. أنا أخشى أنني لن أتمكن الآن من الحصول على المال لسيري في الطريق. أما السير بهذا الشكل فإنه محفوف بمخاطر شديدة. أين تريدين العيش؟ إذا كانت هذه مشيئة الله سأصل إلى الولايات المتحدة. إلى أي منطقة تريدين التوجه؟ إلى نيويورك. وماذا ستعملين هناك؟ سأعمل وأدرس، وسيكون لدي مالي الخاص. ما الذي يعجبك في نيويورك؟ البرج، أنا أتصوره كبيراً وجميلاً، مع مصاعد ومكاتب كبيرة وأناس كبار ورؤساء كبار. في الواقع لا يوجد شيء مستحيل ما دام المرء على قيد الحياة. يجب دائما أن يسعى الإنسان لبلوغ هدفه وألا يستسلم. يجب السير دائما إلى الأمام.
أتعرفون؟ لعله لم يكن هنا منذ القرن التاسع عشر مثل هذا التدفق للمجانين مثلنا. نحن حالمون مجانين لأن هدفنا الوحيد هو الوصول إلى الولايات المتحدة. ¡Párate! ¡Ah, verga!